زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت ولد، كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي له يديهم الحياة في ميلاد نجم. 13 سبتمبر هو تاريخ ميلاد الفنان الكبير مصطفى فهمي، وهو أخو الفنان حسين فهمي. بدأ حياته الفنية كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا، وبعدها دخل مجال التمثيل بالصدفة من خلال مشاركته في بطولة فيلم أين عقلي، وتوالت بعد كده أعماله في السينما والتلفزيون، فقدم أعمال مميزة منها قمر الزمان ولمن تشرق الشمس والوردة الحمراء وعمليات خاصة. أما التلفزيون فقدم مسلسلات منها مسلسل قصة الأمس وحبيب الروح وقضية معالي الوزيرة وغيرها كتير من الأعمال. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول لنجمنا كل سنة هو طيب. استنونا بكرة في حلقة جديدة. ميلاد نجم.